مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقه حلو كتير سهله وفخمه بنفس الوقت، وبتتحضر بوقت كتير بسيط. مثل ما شايفين حلى اللوتس، اكواب اللوتس لرمضان روعه. حلو كتير بسيطة وطيبة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي عنا بسكوت اللوتس، ملعتين صغار سكر بودرة، زبدة اللوتس وجبنة ماسكربوني. الجبنة فينا نستبدلها بجبنة فيلادلفيا أو أي جبنة كريمي. بحط ملعتين طعام من زبدة اللوتس. دوبهم بالميكروويف او على بخار. هذه الزبده دوبناها، بدنا نكفي الطريقه. بحط سكر البودرة، بشيل شوي من هولي اللي دوبتهم. بنحركهم منيح مع بعض. رح حط بعد شوي من الزبدة. هذه الزبدة بتحطوا انتوا قد ما بدكم، يعني اختياري. حطينا ملعقة طعام ونص من زبدة اللوتس. هلأ بحطهم بكيس الكريمة. بنعمل بسكوتات. بس ما عملت البسكوتات عنا هون الأكواب. بعد ما حطيت البسكوتات بهيدي الطريقة، هلأ بحط الكريمة على الوجه. بس حطيت الجبنة على الوجه بعملها بهيدي الطريقة، نعملها نفس المستوى. هلأ منضيف زبدة اللوتس على الوجه. بحط هيك بسكوت، شي كتير بسيط عالنص. هيدي حلو اللوتس اللي عملتها أنا وياكم. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو. المشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي حبايبي.